بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي، أهلا وسهلا بكم طلاب الأعزاء. النهاردة إن شاء الله هنستكمل مع بعض حل أسئلة الوحدة السادسة. معادنا مع آخر درسين من الوحدة السادسة من أسئلة الكتاب المعاصر، الدرس الخامس والسادس. عندي كده أول سؤال: choose the correct answer from A, B, C or D. وهنا عندي السؤال ده page 370، 370. عندي أول سؤال definitions عن موجود من student book or work book. To is to stop someone from speaking while suddenly speaking. ده معناها إن أنت توقف شخص بيتكلم بالكلام المفاجئ، يبقى interrupt، يقاطع. لما حد يتكلم وحد مسترسل في الحديث بتاعه وحد تاني يتكلم ويقطعه، تمام، دي معناها interrupt. With is to manage or be able to something although it's difficult. انت تكون تتحكم او تكون قادر على ان انت تعمل شيء معين برغم ان هو يكون صعب، يبقى cope. انت كنت تتعامل مع او تتعامل مع شيء معين. The today is very hot، يبقى the weather، الطقس النهارده حر جدا. Do you giving me your book? Do you mind، هل تمانع ان انت تعطيني الكتاب بتاعك؟ We try to new ideas to solve the problems، يبقى we try to brainstorm new ideas، ان احنا نوجد او نفكر في افكار جديدة عشان نحل المشكلة. brainstorm اللي هو عصف الذهني. ان احنا بنحاول ان احنا نقوم بعصف ذهني ان احنا عشان نعمل افكار جديدة لحل المشكلة. 6 كورونا فيروس is a serious disease، مرض خطير جدا. serious disease. Will you up with your friend today? Meet up، هل هتتقابل مع أصدقائك أو مع أصدقائك اليوم؟ Meet up. 8 Ask questions، تسأل أسئلة. 2 Make sure you really understand the problem، اسأل أسئلة عشان تتأكد إن أنت فعلا فاهم المشكلة. Make sure. 9 You should think before taking an important decision، المفروض تفكر بإيه قبل. Think clearly، تفكر بوضوح قبل ما ما تاخد قرار مهم. You should listen to your big brothers، المفروض تستمع لي أخوك الكبير. Tips، نصائح أخوك الكبير. Eleven To be unhappy، تكون غير سعيد. Because you are not with other people is to be lonely، وحيد. انت ما كنتش مع الناس الآخرين فعشان كده انت تكون وحيد. A is something on a camera، حاجة على الكاميرا or computer، أو الكمبيوتر. That you can change the way something looks، انت تغير يعني حاجة معينة، شكل، هتغير شكل حاجة معينة اللي هو الفلتر. دلوقتي كلنا عارفين يعني ايه كلمة فلتر، والفلاتر اللي بتبقى موجودة عشان بتغير من الملامح. 13 The antonym of the word older، عكس كلمة older هو أكبر من، يبقى younger، أصغر من. Ask and question، have اللي هو يسأل والسؤال ليهم have the same meaning، نفس المعنى. have the same meaning لديهم نفس المعنى. they may be more understanding، they may be more understanding، هم ممكن يكونوا أكثر تفهما. the word understanding here، كلمة understanding اللي هي الفهم هنا مع تدي تكون this is a or an adjective، ديت صفة. 16 try to be good، try to be a good، حاول انت تكون جيد and not to speak so much، ما تتكلمش كتير، يبقى good listener، مستمع جيد، حاول انت تكون مستمع جيد وما تتكلمش كتير. The sky is foggy،
السماء ضبابية. This means it isn't، ده معناه إنها مش إيه؟ clear، إنها مش صافية، السماء مش صافية فيها سحب كتير. Language note expressions and prepositions. Try me. I'm really in a mess. أنا فعلا في ورطة. يبقى try to help me، حاول تساعدني. Try to help me. I am in a mess. Try to help me. 19. You can't succeed without، أنت ما تقدرش تنجح بدون، without working hard. Without working hard، بدون إيه؟ ما تشتغل بجد. Do you agree on what I say؟ هل أنت موافق على اللي أنا قلته؟ أيبقى agree on. هل أنت موافق على اللي أنا قلته؟ تمام؟ كده طلاب الأعزاء نكون انتهينا من حل أسئلة الكلمات على الدرس الخامس والسادس. عندنا هنا general exercise on lesson 5 and 6. تمارين عامة على الدرس الخامس والسادس. Finish the following dialogue. أنهي الحوار القادم أو أكمل الحوار القادم. ماهر asks his teacher Mr. Osman how to be a good listener. ماهر بيسأل الأستاذ بتاعه اللي هو مستر عثمان إزاي يكون مستمع جيد. Hello Mr. Osman. أهلا مستر عثمان، مرحبا. Can I ask you a question please؟ ممكن أسألك سؤال لو سمحت. Hello ماهر، بعد كده جملة بعد كده سؤال. If you want to be a good listener you shouldn't interrupt the speaker. لو أنت عايز تبقى مستمع جيد المفروض ما تقاطعش المتحدث. يبقى هنا الجملة إيه؟ هلو ماهر، كان اسك يو ا كويستشن، ممكن اسال، ممكن اسالك سؤال. يبقى اوف كورس، او مثلا يس يو كان، بالطبع او تقدر تسال. اف يو وانت تو بي ا جود لسنر، يبقى هنا عايز ايه؟ ازاي اكون مستمع جيد؟ هاو كان اي بي ا جود لسنر؟ هاو كان اي بي ا جود listener؟ ازاي او كيف استطيع ان اكون مستمع جيد؟ بعد كده الجمله نقراها كمان مره. If you want to be a good listener you shouldn't interrupt the speaker، ما تقاطعش المتحدث. It's okay I won't interrupt the speaker، انا مش هقاطع المتحدث. بعد كده سؤال. You should also show that، المفروض انت ينبغي برضو انت توضح that you are interested in the subject، انت مهتم بالموضوع اللي بيتكلم فيه. What else؟ ايه تاني؟ طب يبقى اول حاجه ما اقطعش السبيكر، تمام. ايه تاني بقى؟ What else؟ ان انا اكون ايه؟ مهتم، ابين ان انا مهتم بالايه؟ الموضوع اللي بيتكلم فيه. What should I do if the speaker said something wrong؟ Can I give advice؟ ماذا ينبغي ان افعل لو المتحدث قال حاجه غلط؟ Can I give advice؟ هل انصح؟ هل ينفع انصحه؟ But don't give orders، يبقى ينفع يبقى yes you can، تقدر تنصحه ولكن ما تديش اوامر، ما تأمرهوش. Thanks for your time، شكرا على وقتك مستر عثمان. مستر عثمان you are welcome. على الرحب والسع. يبقى كده هو. Hello Mr. Uthman. Can I ask you a question please? Question please. Hello Maher. Of course yes you can. How can I be a good listener? If you want to be a good listener you shouldn't interrupt the speaker. It's okay I won't interrupt the speaker. What else? You should also show that you are interested in the subject. What should I do if the speaker said something wrong? Can I give advice? Yes, you can, but don't give orders. Thanks for your time, Mr. Osman. You are welcome. كده عندي سؤال. Choose the correct answer from A, B, C, or D. Two means to stop someone from speaking or doing something by suddenly speaking. أنت توقف شخص بيتكلم أو تعمل حاجة بالحديث المفاجئ، يبقى interrupt. The opposite of is pollute، هي عكس كلمة pollute اللي هو التلوث، يبقى clear صافي أو نقي. Number three serious and dangerous are synonyms. كلمة serious and dangerous are synonyms. serious اللي هو جاد أو خطير و dangerous خطير، دول الكلمتين دول مترادفتين معنى بعض. Ask is the of answer، كلمة ask اللي هو يسأل.
ايه بالنسبة للانسر؟ هي الانتونيم هي عكس كلمة انسر، السؤال والجواب عكس بعض. 5. understand can be a noun by adding the suffix understand تبقى understanding. كلمة understand اللي هي يفهم ممكن تكون اسم بان احنا نضيف لها اللاحقة ing understanding الفعل. She doesn't feel safe when she is alone. هي ما تشعرش بالأمان لما بتكون لوحدها. This means ده معناه she likes to be with others. ده معناه إنها بتحب إنها تكون إيه مع الآخرين. يعني هي ما بتشعرش بالأمان لما بتكون لوحدها، فعشان كده ده معناه إنها بتحب إنها تكون إيه مع الناس آخرين. With others. Read and conclude the text with words from the following list. اقرأ وأكمل النص باستخدام الكلمات اللي موجودة في الليست. make يصنع، look يبدو أو ينظر، takes يأخذ، get يحصل على، worried قلق، worrying القلق. طه lives a long way from the school. طه بيعيش بعيد عن المدرسة. it an hour for him. يعني تاخد ساعة بالنسبة له. to home in his small village للبيت بتاعه في القرية الصغيرة يبقى it takes. الطريق بياخد ساعة. to get home عشان يصل للمنزل في القرية الصغيرة بتاعته. he doesn't have a father and he is هو ما عندهوش أب. and he is worried وهو قلق. worried يبقى عندي أول حاجة it takes. number two get. number three worried. because his mother is ill ان مامته تعبانه مريضه. so when he gets home لما بيوصل البيت he has to look after يعتني بيها. لما بيوصل البيت هو بيعتني بيها. after his younger brothers and sisters sorry look after his younger brothers and sisters هو بيعتني باخواته واخواته الصغيرين. he doesn't have much time ما عندوش وقت كافي to do his school to do his school work عشان يعمل الواجب المدرسي بتاعه. يبقى طه lives a long way from the school. it takes an hour for him to get home in his small village. he doesn't have a father and he is worried because his mother is ill. so when he gets home he has to look after his younger brothers and sisters. he doesn't have much time to do with his school work. بعد كده عندي paragraph. write 110 words on the following. a review on how to be a good listener عن ان انت ازاي تكون مستمع جيد. ازاي تكون مستمع ايه جيد. عندنا كده وقت نقرأ مع بعض بالراحة. No one can deny that personal problems are a thing that anyone lives with. محدش يقدر ينكر إن the personal problems المشاكل الشخصية دي حاجة إحنا لازم كل واحد يعيش إيه معاه. The most important thing أهم شيء is to learn from our mistakes إن إحنا نتعلم من أخطائنا. And this can't be achieved without listening to others people's pieces of advice. وده ما بيحصلش ما نقدرش نحقق ده بدون الاستماع لنصائح الآخرين especially people who are older than us وخصوصا الناس اللي هم أكبر مننا and had a lot of experiences وعندهم خبرات كثيرة in their lives في حياتهم. to be a good listener is a very important quality. ان انت تكون مستمع جيد دي صفة مهمة جدا. one should have الواحد مفروض يمتلكها. It's a skill دي مهارة because you can choose who you listen to انت لان انت because you can تستطيع انت تختار مين اللي انت هتستمع له and what to be listened at وهتستمع لايه. The intelligent person الشخص الذكي is the one who listens more than he talks اللي هو بيستمع اكتر ما بيتكلم. God has created us with one mouth but with two ears. ربنا خلقنا بفم واحد ولكن ودنين. This is a message sometimes people don't care about. دي رسالة
بعض الأوقات الناس ما بتهتمش بيها. This message means الرسالة دي معناها إيه؟ That we should listen more than talk. إن إحنا نستمع أكتر ما بنتكلم. Listening is a very important teacher. الاستماع هو مدرس مهم جدا. Through it خلاله من خلاله you can find solutions. ممكن تجد حلول to problems. حلول المشكلات. Be useful things. Do useful things. تقوم بأشياء مفيدة. And be successful. وتكون ناجح. To conclude في النهاية أو الاستنتاج we should listen to learn. المفروض نستمع عشان نتعلم. بعد ما قرأناه وترجمناه نقرأه مرة كمان بدون ترجمة. No one can deny that personal problems are a thing that anyone lives with. The most important thing is to learn from our mistakes, and this can't be achieved without listening to other people's pieces of advice, especially people who are older than us and had a lot of experiences in their lives. To be a good listener is a very important quality one should have. It's a skill because you can choose who you listen to and what to be listened at. The intelligent person is the one who listens more than he talks. God has created us with one mouth but with two ears. This is a message sometimes people don't care about. This message means that we should listen more than talk. Listening is a very important teacher. Through it, we can find solutions to problems, do useful things, and be successful. To conclude, we should listen to learn. وكده طلابي الأعزاء نكون انتهينا من حل أسئلة الدرس الخامس والسادس، ويعتبر آخر دروس الوحدة السادسة ودروس منهج الترم الأول. إن شاء الله قدها هنحل امتحان على الوحدة السادسة مع بعض. امتحان الوحدة السادسة هنحله مع بعض في فيديو منفصل عشان نقول كل حاجة فيه بالتفصيل. شكرا لكم طلابي الأعزاء، أتمنى أن تكونوا استفدتم من الفيديو. لو في أي سؤال أو أي استفسار تحت أمركم في أي وقت. لو عندك فكرة مختلفة لكتابة الباراجراف عن حاجة معينة برضو تقدر تكتبه. إحنا بناخد اللي إحنا بنقرأه ده مجرد مثال، أنت ممكن تطبق زيه لكن أنت تقدر تكتب أحسن من كده بكتير. شكرا لكم طلاب الأعزاء، بالتوفيق دائما إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.